مرحبا، السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، احبكم. ربي يستر يا جماعه. اول شيء صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. طبعا يا جماعه اليوم وصلت لاخوي محمد هديه من ياكين جرافيك ديزاينر. شكرا كثير لك على الهديه الحلوه، عن جد بتشكرها كثير. طبعا هدول الكلمات اللي قالهم ياكين جرافيك ديزاينر، هدول حتى ما تساعد بحفظهم ترى. سالي. المهم يا جماعه ربي يسعدكم، رابط حسابه راح تلكون يا صندوق الوصف. طبعا مقيم باسطنبول، اي شيء بتحتاجوه داخل تركيا تمام بقدر يساعدكم. تصميم جرافيك، طبعا انسان مبدع، تحياتي لك، شكرا كثير لك. شكرا، ربي يسعدك. المهم يا جماعه اليوم الفيديو بصراحة قصة صارت معنا، بس قصة والله المرة يعني ما هي كوميدية، هي تكملة القصة اللي فاتت تبعت الشركة. وقت قلنا لكم رح نصور الزلم اللي فاتح الشركة على أساس إنه هالأمور هي 100% يعني، بس قصة ما هي كوميدية، قصة مؤثرة بالنسبة لإنه قصة بتجرح جداً. قصة غريبة كتير بصراحة يا جماعة. تتذكروا من فترة لما وصلتنا رسالة على البيت مكتوب فيها انه نحن فاتحين شركه ومن هالحكي، ولما رحنا لعند اداره التفتيش يعني فيرجي درسه، رحنا لهنيك وقلنا له انه نحن مفتوح شركه اسمنا وكذا 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 وكذا، والمفتش ورئيس المفتشين انصدموا كثير وقالوا انه شلون انتم مالكم فاتحين شركه وبتنفتح شركه. فعليا انه كان بالنسبه لهم كانت صدمه انه ممنوع حدا يفتح شركه على اسمنا من دون ما نعطي موافقه نحن. يعني بالنسبه لهم كانت صدمه، يعني كانت صدمه انه حسيته انا كان عم بحكي لهم شيء بحياته ما صار حلو. فانه كثير تعاونوا معنا وقالوا لنا انه رح نجيب الشخص وبدنا نجيبه ولا تاكله من هالحكي، فقلنا لهم شكرا كثير وتشكرناهم من هذا الحكي. طبعا كانوا تاركين لنا موعد بالورقه تمام، قالوا لنا انتم تعوا على الموعد هذا تمام وان شاء الله يكون خير، موعد يوم والساعه، عرفتوا علي شلون؟ المهم يا جماعه، فانا واخوي محمد بيوم الموعد بصراحه كمان كنا نسيانين، اتصلوا علينا وقالوا لنا مشان الموعد ورحنا على الموعد. رحنا انا واخوي محمد واحمد سواس، تحياتي لك احمد. طبعا يا جماعه قبل ما نكفي تمام، هي وقت رحنا انا وانت احمد سواس، قبل ما نكفي هي رساله لجميع اللي بيشتغلوا باليوتيوب جوات تركيا، جميع يعني سواء عنده 10000 مشترك ولا 4 مليون ولا 10 مليون مشترك، للجميع. بتتذكروا لما نزل البوست، ما بعرف يمكن اغلب اليوتيوبر شافه، نزل البوست مكتوب عليه انه راح يفرضوا ضرائب على كل اليوتيوبر، وبوقتها بعثوا لي اياه كثير ناس يعني من رفقاتي ومن كذا وقرايبيني بعثوا لي اياه. هذا الحكي من 6 اشهر تقريبا 100%. فانا شفت البوست طلعت عليه يعني ما حسيته صادق كثير، قلت لهم لا هذا شيء عادي يعني مستحيل هذا الشيء اللي عم بكتبوه، يعني من سابع المستحيلات. اليوم انا بدخل دخل من برات تركيا، فبقى له حق بفرضوا عليه ضريبه، مع العلم انه نحن منا فاتحين شركه يعني ولا فيرجي ولا شيء، يعني 100% يعني شيء جدا غريب بالنسبه لنا كان. المهم فكل اليوتيوبر المقيم بتركيا هي رساله لكم، ديروا بالكم وفي شغله هلا بقول لكم تساووها يعني. المهم فانا واخوي محمد لما رحنا هنيك انا واحمد سواس رحنا دخلنا لجوا واستقبلونا احلى استقبال وعلى 24، وهي ان احنا قلنا معناتها ان شاء الله انه انكشفت القصه وكذا. فمن بعد ما ندخل لجوا نجي نجي ونلاقي المفتش اللي ما كان موجود هذيك المره 100%. فقعدنا انا واخوي محمد واحمد وبركنا وصلنا نحكي اول مين محمد ورامي انه نحن تمام، اول مين محمد مصلي قلت له انا، قام مطلع فيني هيك اول ما فتح قال لي منيح جيت، ليكون مالي جاي طالع قرار بيك على ضم انه يعني قرار باعتقالك. قلت له نحن ضحكنا بنجي هيك، قال لي لا انا ما بمزح بحكي عن جد يعني منيح انه جيت، منيح انه جيت ليكون مالك جاي طالع عشان قرار باعتقالك 100%. نحن هون انصدمنا، انا اول شيء والله ضحكنا يعني ضحكنا كلياتنا لما قال انه خلص بدي طالع، كنت بدي طالع امر باعتقالك انه لو مالك جاي، نحن ضحكنا يعني حسينا عم بنكت. اي والله والله العظيم يعني واحد هيك بحسبه. ف بعدهم لما بقلنا جد هون انصدمنا، وبرك صار يحكي لنا القصه كلها، صار يحكي لنا انه انتم مبلشين باليوتيوب من عام 2018 بدايه عام 2018 وهيك، انه له تمام وانتم جايكم دخل من خارج تركيا للبنك البركه، انا بستخدم بنك البركه، قلت له تمام، قلنا انه انتم من 2018 لهالساعه تمام انه في عليكم ضرائب ما يكون دافعينها. كل شيء ليره دخلت لنا من اليوتيوب لحد هالدقيقه، يعني اي ليره اجتنا من يوتيوب او غير برنامج لحد هالثانيه رح ندفع عليها ضريبه، هيك قلنا اياها بالحرف الواحد. نحن هون انصدمنا. اي والله يعني انا طلعت قلت له بس دقيقه، قلت له انتوا انا شفت انه طلع قرار انه رح ندفع نحن ضريبه وكذا، قلت له بس طلع القرار عام 2020، قلت له اخر 2020 طلع القرار، يعني شلون هلا انا بدي تحاسبوني على
سنين عدت، سنين يعني 2018 2019 هي سنين عدت يعني ما كان في قرار الأمور. ما كان في هالقرار كله ما موجود، القرار بيشمل كل السنين اللي كنت فيها. نحن هون يعني انا ما بلشت يعني ما استوعب يعني والله العظيم يعني واحد ما بكون بالموقف يعني نحن رايحين مشان شيء ونلاقي شيء تاني تماما. عادي عادي لا ارتاحوا وارتخوا وريحوا حالكم وامر عادي يعني طلعنا فيه شلون امر عادي يعني قال بس في عندكم باب تفتحوه تطلعوا منه نظامي قلت له شو هو؟ قال فواتير 2018 فواتير 2019 فواتير 2020 فواتير لهالساعة تمام؟ اجمعوا لي اياهم وجيبوهم وبنقرر طلعت هيك قلت له منين لاجيب فواتير 2018؟ منين لاجيب فواتير؟ يعني اصدر فواتير البنزين، فواتير الكهرباء، فواتير المي، فواتير الدخان، فواتير البيم، فواتير التليفون فاتورة الكاش يعني مثلا يوم حتى بلا ما نحكي على هدول الشغلات هدول الشغلات يمكن انه اوكي عاديه عاديه مثلا انا شاري كاميرا ب 2019 شاري كاميرا غاليه فواتير الكمبيوترات فاتورة المكتب فاتورة الديكور يعني هدول كلهم فواتير هدول بالنسبه لي يعني انا ما جايبهم ببلاش 100% بس ما موجودين بس ما موجود الفواتير يعني انا اليوم عدم مؤاخذه مثلي مثل اي شخص يعني خلص اخذ الشغله بعيد فاتورته يمكن تم جمعة شهر شهرين سنة بعد خلص اختفت الفاتورة تماما يعني ما عاد واحد يحتفظ يعني بالفاتورة بحس انه ما لها قيمة او كذا فالمهم فطلب منا هدول الفواتير نحن قلت له يعني انا هون قلت له انت عم تمزح يعني ولا ايش الفكرة ولا قال لا والله انه جبتوا الفواتير يعني بتخف مثل عادة الضريبة قال لاني هدول كل شيء شي شيرينه هذا الشيء ما بطلع عليه ضريبة بنخصم قال قلت له بس نحن معنا فواتير قال معناتها بنشيلكم 25% وبنحاسبكم على 75% من الدخل اللي دخلكم اللي اجاكم نحن قلت له بس قلت له انا صاير باكثر من 25% بكثير قلت له يعني انا اليوم 75% يعني الضريبة ما هي صغيرة عدم مؤاخذة يعني ما بعرف انا بس حسب التوقع هو قال لي من فوق ال 18% يعني كل 1000 عليها 180 ليرة يعني وعم بقول لي فوق ال 18% يعني اذا 10000 بشهر 1800 ليرة يعني اليوم انا مانيش اوكي بس انا يعني صرف كثير انا اليوم بصرف على الفيديوهات يعني ما في ممكن يعدي فيديوهين ما اصرف عليهم بس باقي الفيديوهات بكون صرف عليهم مثلا طلعنا استاجرنا فيلا مرتين الفيلا اجرها هون بتركيا ما هو رخيص انا استاجرت الفيلا ما استاجرتها مشان رفاهيه ما استاجرتها ابدا نهائيا انا لما استاجرت الفيلا مشان اصور سيارات بستاجر مشان اطلع من قرني لمكان لمكان يعني في كثير شغلات بس ادفع مثلا تكاسي تمام لا بستاجر سياره بتركها تحت يعني تحت بيتي ايمت ما بدي بطلع بروح بطلع وبدخل يعني في كثير شغلات دافعينها هي يعني هدول لو ظاهرات بشيلوا اكثر من 50% والدوله بتشيل 25% فبضل بس عندنا 25% بندفع عليهم ضريبه يعني فعليا نحن عم نصرف تقريبا 50% من المدخول بجينا يعني فعليا لازم كل واحد فينا بيشتغل بهذا المجال يجيب صندوق تمام يجيب صندوق يكتب عليه 2019 2018 و2020 وهلا مو تمام بس كل سنه يم فواتيره كل سنه يحط فواتيره فاتوره البيم فاتوره الدغون فاتوره ايش من كان فواتير حتى ايجار البيت طالع عليه فاتوره مشان تحطه بالصندوق العقد يعني عقد الايجار تمام يعني لا اي شيء نحن كنا بنحسن نقيم كثير فواتير نحن يعني اليوم ابسط مثال فيديو ما بعبي العين فيديو الصوم يمنجي هذا الطابات المي طابات المي اللي عبيناهم بالمسبح $1000 هدول $1000 هدول كثير غاليات هون في تركيا يعني وما كان في منهم كميات كبيره يعني عرفتوا علي مثلا اجيب مطربين فجبت انا كياس صغار وانتم شوفوا الفيديو كله كياس صغار طرحيات كنت اجيب جبت اكثر من تقريبا 300 طرحيه وكل طرحيه يعني يعني فيها تقريبا الكيس الواحد بحسبوه بليره 10 مليون حبه تقريبا يعني الكيس الواحد والطرحيه فيها كذا يعني فيها اكثر من 48 كيس لا اكثر ما بعرف بالضبط يعني المهم قيمته $1000 مشان فيديو يعني فيديو واحد انا هذا مثلا الفيديو انا ما كنت ناوي انه اربح عليه او كذا يعني الفيديو 100% ما طلع لي $1000 100% ما طلع لي $500 واللي بيعرف اللي بيشتغل باليوتيوب بيعرف يعني الفيديو مثلا جاب لي قد 500000 مشاهده 800000 مشاهده ما طلع لي هذا المبلغ مش سابع مستحيلات مستحيل يعني شق حاله $130 طلع يعني اي اكثر شيء فانه ما بعرف انا لما يعني في شغلات كثير بصرف انا يعني بصرف بس مشان يكون انه في محتوى يعني خلص نجدد محتوى مثلا نصرف انا واخوي مشان هالقصص يعني لا اكثر ولا اقل فانه لما يجوا هيك مباشره يجوا يقولوا لي انا كنت طلعت فاتوره مثلا بهدول طلعت فاتوره بالتجارب اللي بنعملها طلعت فاتوره بالبنزين اللي بنصرفه بنصرف بنزين نحن كثير بنطلع من مكان لمكان كثير فهذا كله بيطلع عليه فواتير يعني هلا اللي بيشتغل هذا المجال لازم يخبي فواتير ايش من كانت تكون فاتوره لازم يخبيها فالمهم طلبت يعني الفواتير هدول بنجيبهم يا جماعه منشان
لما مثلا بيجوا بحسبوا مثلا طلعنا مثلا نحن بهذا الشهر 10,000 صير فيهم 6,000، هال 6,000 ما بطلع عليها ضريبه، ال 4,000 التموا بشيلوا منهم 25%، شاد بضل مثلا 2500 بسوا عليهم ضريبه مثلا، مثال عرفتوا علي؟ تمام. فانه بكون انا خففت علي كثير، فهلا انه انا يعني المبلغ بده يجينا يعني يعني انا فعليا ما بعرف اذا معي، يعني انا اقسم بالله يا جماعه بيركي عم نحكي نحن، يعني اذا قالوا لنا مثلا مبلغ صعب يعني صعب يعني ندفعه، دول مباشره حط ايدي على الطاوله اقول لهم اعتقلوني، يعني ما اقسم بالله دول يعني مثلا ماشي لما بده يطلبوا مني هيك مبلغ انا منين بدي اجيبه؟ يعني في شيء احيانا انا بصرف كثير يعني، وحياه الله يا جماعه بنصرف اكثر من 50% من شان الفيديوهات، وفي عنا مصروف بيت، في عنا عائلة نحن، فانه جونا هيك طبغم كانت كتير يعني مفاجأة لنا القصة. المهم وفتحوا لنا هاي الشركة اللي فتحوها يا جماعة، الناس اللي ما بتعرف شو معناتها شركة بتركية، هاي الشركة يا جماعة هي رقم ضريبي بتدفع عليه، بتدفع ضريبة يعني من اي دخل بيجي شهريا وسنويا 100%. فهي هي الشركة، معنى كلمة الشركة اللي فتحوا لنا اياها عشان يكون شغلك قانوني يعني 100%. فالمهم فبعد انا قلت له معلش استاذ انه مثلا نحن بتعطيني ورقه مثلا انه اصور وين ما بدي، بتعطيني ورقه اصور وين ما بدي، قلت له انا لما ادفع ضريبه مو لازم يكون في يعني ميزه لالي، نحن ما لنا مكفلين 100%. فانا انصدمت هون لما قال لي نحن ما لنا مكفلين نعطيك هي ورقه، قلت له طب نحن بعنا انا على انه اساس عم ندفع هذا يعني هالمبالغ، قلت له انا ما عم بدخل دخلي من داخل تركيا او من داخل تركيا اوكي، بس انا يعني 100% يعني اذا بدخل 1000 ليره من برات تركيا لهون هذا بفيد اقتصاد تركيا تماما. فالمهم اخر شيء تموا على رايهم وخلص، انه قال لي انا بالنهايه قال لي انا موظف لا اكثر ولا اقل، قرار طالب اللي بيشتغل بتركيا تمام. هلا حسب ما فهمت منه انه القرار هذا راح يشمل الكل، عرفت شلون؟ او هذا القرار راح يشمل كل شيء واحد بيشتغل باليوتيوب ضمن تركيا، سواء سوري ولا تركي ما مشتغل شيء قانوني، عرفت شلون؟ راح يجيبون او راح نجيبهم كلياتهم 100%. فنحن هون الله يعمل عين عنكم وعن جميع جار حبيب محمد، امين يا رب. نحن ثالث يوتيوبر جابونا، الاثنين اللي قبلهم ما ذكرنا اسمائهم، في حرمه ما بعرف شو انه لقواعد ولا هي انه حرمه السرقه. المهم هيك حكى، قلت له انه تمام من هالحكي، وقلت له يعني انا رفقاتي مثلا كلهم يوتيوبر، قلت له يعني ما في حدا اجى هيك شيء، قال لي اعطيني اسماء. ايه قلت له بمزح معك والله، هيك قلت له. قال ايش اسمائهم؟ قلت له ايش اسماء شو؟ قال اسماء اليوتيوبر رفقاتك. قلت له والله نحن مو رفقاتنا انه يعني بالمجال هذا يعني في كثير. قال هات اسماء، قلت له ما بعرف. قلت له في انا عندي برات تركيا جوات، قال جوات تركيا مين في رفقاتك تواصل معك؟ قلت له ما في، قلت له ما بتواصل مع حدا. قلت له تابع انت تابع فيديوهاتنا وشوف انه نحن لحالنا ما بنطلع مع حدا. قال تمام. يعني انا هون طلعت انه يخرب بيته هاد بده ينزلني. كنا بشيء سينا بشيء، يلا لا يضر حدا يا جماعه. فانا اكلت الصواب اكيد، ما سابع المستحيلات، ما بخلي غيري ياكل هذا الصواب. فربي يسعدكم كل شيء يوتيوبر بيرك بتركيا وعم بصور فيديوهات وبنزل، ان كان عنده 5,000 او 100 مليون مشترك وعم بجيب مشاهدات وعم بجيب دخل من تركيا، اي فاتوره بتجيك شيء لحطها على الزيق ما بتعرف قيمه ممكن تفيدك، حتى لو كانت قيمتها 5 ليرات 100% إيمة. حتى لو 5 ليرات قيمه، لاني اخر شيء بجمع. فربي يسعدكم يا جماعه، لوين وصلنا نهايه الفيديو ان شاء الله يا رب تكون رسالتنا وصلت تمام، وان شاء الله الله يعمل عين عنكم ولا يدركم بجال حبيب محمد. وطبعا يا جماعه شيل عنا بجال حبيب، في شيء واحد بس تعاوننا، امين يا رب. هسه نحن لحد الان هلا في عندنا استدعاء ثاني عشان يقولوا لنا الرقم الضريبي اللي طلع علينا، يعني لحد الان ما بنعرف يعني لحد الان يعني صحيح انه اوكي بيركين وهي وخلص انه اخذ الامر هيك، بس وحياة المصحف اخذ يعني بيرك على اعصابي، يعني ما بعرف شو ممكن يحكوا وشو ممكن يصير. بس ربي يسعدكم يا جماعه، احبكم كثير، شكرا لكم على مشاهده الفيديو. و مع العلم قبل ما ننهي تمام، انه للمحامي مشان عالم اقول اتصل على المحامي كذا، انه للمحامي المحامي حتى تفاجئ، قول ما بعرف اشتغل بهالامور انا 100%. ما اول مره بتصير، عرفت يعني ما استفدنا كمان، يعني رحنا مباشره طلعنا بوقتها راسا رحنا عند المحامي انه نشوف بركي المحامي يفيدنا، المحامي قال خلص هيدا تندفع تندفع، قلنا له شكرا طلعنا من عند المحامي رجعنا على البيت وبس. فربي يسعدكم يا جماعه، احبكم كثير، الله لا يضر حدا، نشوفكم فيديو جديد، كان معكم محمد ورامي و سلام عليكم. بشوفه ناجح نجاحه غامض بنجاحه، هاد كم واحد ضاغط عنده طريقة مو بالموسيقى، نجاحه فعلي هي الحقيقة.